أسعد الله صباحكم مشاهدينا وحياكم الله في فقرة الديكور الأسبوعية. بما أنها فترة العودة للمدارس، اخترت لكم موضوع عن أشكال المكاتب الدراسية للأطفال. بعرفكم على بعض هذه التصاميم والأفكار، تابعوني. أهلا بكم من جديد. لأن مكاتب الأطفال من قطع الأثاث المهمة جدا، حيث أنها تساعدهم على المذاكرة بشكل جيد، فهي تجعل الطفل يجلس بشكل صحيح وسليم لمدة دراسية قد تمتد لساعات طويلة. فمن الضروري تشجيع الطفل على الدراسة وإنجاز الواجبات المدرسية والمحافظة على ترتيب كتبه الدراسية والأدوات كذلك. بستعرض لكم بعض هذه النماذج وبإذن الله بتعجبكم. من الأمور الواجب مراعاتها عند الاختيار والتصميم، غرفة الأطفال يجب أن تكون غرفة مبهجة ومريحة بألوان تسر الأطفال مع بعض الزينة البسيطة والجميلة. يجب مراعاة حجم المكتب بالنسبة للمساحة المخصصة في الغرفة، تجنباً لأي تزاحم أو عدم تناسق المكتب مع باقي قطع الأثاث. من الجميل أن يضع الأطفال لمساتهم وأشيائهم المفضلة إلى جانب الأدوات التي يحتاجونها للدراسة. من الأمور المهمة التي يجب أن يعتادها الأطفال هي إبقاء الغرفة وطاولة الدراسة منظمة ومرتبة ونظيفة باستمرار حتى تصبح أسلوب حياة. من المهم وجود الأرفف ووحدات التخزين لوضع الكتب والأدوات الدراسية والألعاب بشكل مرتب بعيداً عن التشتت والفوضى ولسهولة الوصول. وجود وحدة إضاءة على المكتب الدراسي من الأمور الضرورية لراحة عين الطفل أثناء الدراسة. كرسي الدراسة لا يقل أهمية عن المكتب الدراسي، يجب أن يكون مريحاً جداً من حيث الشكل والحجم والارتفاع لضمان راحة الطفل وتفادي أي تعب أثناء الجلوس. أما بالنسبة للتزيين، فهي من اللمسات الجميلة التي تضفي أجواء ممتعة على المكاتب الدراسية، كوضع نبتة صغيرة أو تحفة أو لعبة مفضلة لدى الطفل، إضافة أنيقة ولمسة جميلة. بهذا نكون قد وصلنا لختام فقرة اليوم. أتمنى أن نماذج المكاتب الدراسية للأطفال نالت على إعجابكم والمعلومات فادتكم. نتمنى لهم عام دراسي موفق بإذن الله. نلتقي الأسبوع القادم، دمتم بود، إلى اللقاء.